من العيادة مع الدكتور عائض القحطاني. من العيادة، أهلا بكم، أنا الدكتور عائض القحطاني. نتحدث اليوم عن زيادة الوزن بعد إما إجراءات معينة في الجهاز الهضمي أو في الوزن، حمية أو ما غيره، أو بعد العمليات، وخاصة بعد العمليات. واحد سوى تكميم زاد وزنه، واحد سوى تحوير زاد وزنه، واحد سوى مثلا بالون زاد وزنه، فما هي خياراتنا؟ خلينا أول نتكلم معكم بشكل مهم أنه نعرفه سبب زيادة الوزن، وخاصة بعد عملية تكميم، بعد عملية تحوير، هي طبيعة غذائنا. ولهذا العملية صحيح أنها ممتازة وقوية، العمليات تسمنة وتنزل الوزن، لكن ما هي 100% ولا خلاص أنا أنسى كل حاجة وأنسى أكلي وطبيعتي وغذائي والتزاماتي الصحية وتغيير السلوك الغذائي وأقول لك والله أنا بحافظ على وزني. ما راح تحافظ. العوامل الثلاثة اللي دائما أذكرها لمرضاي أنه زيادة الوزن هي إما شوكولاتة، سكريات، تمر. الناس اللي يأخذون، ما شاء الله أنا عندي بعض الناس يأخذ 15 تمرة، 10 تمرات في اليوم، هذا 100% أقول لكم الآن وزنك حيزيد بدون سؤال. سنة الأولى 6 شهور، سنة 6 شهور حيرجع وزنه. فهذه نقطة لازم نوقف. ممكن تمرة تمرتين أوكي، بس مش أكثر من كذا. إنك السنيكرز وما شاء الله كل أنواع الشوكولاتات كل يوم، يقول لك والله يا دكتور ما أقدر أستغني، ما راح تنجح. فأنت نوجد لك، وظيفتنا نوجد لك بدائل تحسسك بطعم السكريات ولهذا، بس إن ما هي سكر، بروتين مثلا، هذه مهمة جدا. أو إنه خلينا نقول واحد سوى تكميم وحجم معدته شوية كبير، فهذا برضو وزنه يزيد بعد فترة. فإذا زاد وزنك بعد التكميم أو بعد التحوير، تحوير نفس الفكرة، إنه خاصة الكلاسيكي بدأوا يجونا ناس كثير الآن زائد وزنهم، ولهم حلول، لهم حلول هنتكلم عليها. أو إنه بعد البالون، البالون معظم 70% يرجع وزنهم وزيادة حتى إذا ما حافظت عليه. فما هي خياراتي؟ طبعا البالون والإجراءات الأخرى يمكن خياراتك. إذا وزنك يستاهل نروح تكميم، إذا وزنك ما يستاهل حنبقى في دائرة مين؟ دائرة الإبر، دائرة نقص الوزن بالحمية، دائرة خياطة المعدة أو التكميم بدون جراحة، دائرة الغلاف المعدة المبطن، كل هاي الأمور. إذا والله لا وزني يستاهل العمليات وأنا سويت عملية وبدأ وزني يرجع، تكميم تحوير بدأ يرجع. التكميم ما هي خياراتنا؟ نجي نسأل هل أنا غيرت سلوكي؟ لازم أغيره علشان أشوف هل ممكن أضيف لك إبر تساعدك تقلل شهيتك وتخليك تنزل وزنك؟ ممكن. هل حجم معدك كبير؟ ممكن نعيد نكمل في بعض الحالات. ممكن نحور، ممكن نحور سواء كلاسيكي أو مصغر، كل هذولي يعتمد على عندي ارتجاع، عندي حموضة، عندي انسداد في المعدة أو شيء أو لا. معدتي طبيعية وأبغى أنزل ممكن أروح على التحوير المصغر، معدتي طبيعية ولكن في ارتجاع ممكن أروح على تحوير كلاسيكي، هذا للناس اللي كمموا. طيب أنا سويت تحوير، ما هي خياراتي وزاد وزني؟ عندنا عدة خيارات ندرس الوضع. في خيارات أن نخيط جدار المعدة من الداخل بمنظار، برضو طريقة الكرمشة، أن نسكر المعدة ونقلل الفوهة بس أثارها 10 كيلو فقط النزول، أو أن نلجأ لعمليات نسمونها تطويل الأمعاء، نغير نعمل إعادة للتحوير، وهذا ممكن يصير خيار جيد للناس اللي عندهم تحوير وزاد وزنهم. وفي ناس عندنا عندهم تحوير وصار عندهم هبوط في السكر متواصل، يمكن يسمعونا الآن، هل لهم حلول؟ نعم لهم حلول، ممكن نعيد التحوير ونسوي لهم تكميم، هذا أحد الخيارات عشان يحافظون على وزنهم ما يرجعون. ولكن لهم حلول إذا فعلا صارت أنه السكر لا يمكن التحكم فيه، هبوط السكر عند الناس المحورين. وإن شاء الله لكم ما تحتاجون أي توضيحات إضافية، ولكن بشكل عام الناس اللي يزيد وزنهم بعد العمليات لهم حلول، ولكن يجب أن نبحث الأسباب. هل هي أكلنا وطبيعتنا؟ هل هي معدتنا؟ هل هي صارت كبيرة؟ هل هي الأمعاء كما ذكرنا تحويرتها بطريقة التحوير اللي فيها؟ ونوجد حلول، وما في شيء ما له حل، له حل ولكن بالتعاون بين الطبيب والمريض. تحياتي لكم وإلى اللقاء. للمزيد تابعوا حسابات الدكتور عايض القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي.